Okay, so thank you everyone for joining us live. This week we have Laila El Shentenawi. Laila is a senior legal, for those who don't know me, my name is Jessica and I'm with SIMI. I'm the head of admin and special projects in SIMI. So this week we have Laila. Laila is a senior legal counsel with Simmons. She's currently residing in the UAE. She has experience in the Middle East and Europe, where she acted as external and in-house counsel, arbitrator, and mediator. Laila is an IMI board member, IBA mediation committee officer, as well as a CEDR accredited mediator and trainer. So let's welcome Laila. Thank you very much, Jessica, and thank you for everyone for joining. I will now switch in Arabic. السلام عليكم زي ما زميلتي جيسيكا قالت انا ليلى الشنتناوي انا محاميه من مصر حاليا بمارس المحاماه في الامارات بشتغل في شركه سيمنز كمستشار قانوني وفي نفس الوقت عملت بالتحكيم والوساطه كوسيط وكمحكم وكمحامي في الوسيلتين النهاردة الموضوع بتاع مناقشتنا اليوم هو الوساطة في الشرق الأوسط واتفاقية سنغافورة للاعتراف بأحكام الناتجة عن الوساطة لفض النزاع. أحب أنوه في البداية إذا في أي أسئلة الرجاء وضعها في الـ Q&A أو الانتظار إلى آخر الكلمة وهنفتح الفلور أو هنفتح الإمكانية سؤال الأسئلة. أوكي. في الأول أحب أوضح إيه هي الوسائل البديلة لفض النزاع. بنسمع كتير عن الوسائل البديلة. بديلة عن ماذا؟ بديلة عن اللجوء إلى القضاء. بما إن الطريق الطبيعي لفض النزاع المتعارف عليه والدستور بينص عليه هو اللجوء إلى القضاء أو المحاكم. فالوسائل البديلة اللجوء إلى القضاء بتكون هي الوسائل البديلة لفض النزاع. وفي وسائل كثيرة بديلة لفض المنازعات وهي أو بديلة للجوء إلى القضاء مثل التفاوض والوساطة والتحكيم. أوكي. التفاوض لو هنقول كلمتين سراع عليه هو تفاوض عملية التفاوض جزء الذي يتجزأ من حياتنا اليومية مظبوط كل يوم بنتفاوض على شراء شيء بنتفاوض في البيت مع عائلتنا بنتفاوض في كل شيء بيكون التفاوض ما بين الأطراف بدون وجود طرف آخر أو مساعد أو فاسيليتيتر أو وسيط يقوم بمساعدة الأطراف في الوصول إلى فض نزاعهم. أوكي. أما الوساطة فهي تختلف لأن بيكون عندنا هذا الوسيط الذي يساعد الأطراف. الوساطة هي إذا نحب نعرفها نقول عليها هي عملية مرنة تجري في سرية لا يوجد علنية في الوساطة على عكس المحاكم يساعد فيها شخص محايد وهو الوسيط وأحياناً بيكون أكتر من شخص ولكن الأسلوب المتعارف عليه عادةً بيكون شخص واحد يساعد الأطراف في العمل تجاه الوصول إلى اتفاق متفاوض عليه لإيه للاتفاق على نزاعهم أو خلافهم مع احتفاظ الأطراف بكامل السيطرة على اتفاق التسوية وشروط فض النزاع لو حضراتكم شفتوا عندنا السهم الموضح على الشاشة في البرزنتيشن مكتوب فيه التفاوض على اليمين والتحكيم على الشمال والوساطة في المنتصف والمقصود فيه هو تحكم الأطراف ودرجة تحكمهم في الوسيلة فالتفاوض هم بتحكموا أكتر حاجة مفيش حد بيساعدهم في إجراء عملية التفاوض والتحكيم بيكون أكتر شيء منظم ما فيهوش المرونة الموجودة للأطراف زي التفاوض طبعا بعد التحكيم على الشمال أكتر بيجي المحاكم أوكي. لو نتكلم على مزايا الوسائل البديلة لفض النزاع مزايا الوسائل البديلة ليه نلجأ إلى الوسائل البديلة لفض النزاع ومنها الوساطة
ده من ضمنها هي السرية، سرية البروسيجر، سرية الوساطة، بمعنى إن في المحاكم بتكون الجلسات عادة علنية، بيكون ممكن الإعلام يوصل لمعلومات عن القضية وكذلك الحكم، لكن الوساطة بتقوم أو وسائل فض النزاع البديلة بتكون عادة سرية، مفيش أطراف أخرى غير أطراف النزاع والوسيط بتعرف إن يوجد نزاع ما بين الشركتين مثلاً، وده شيء مهم جدا لأن بيحفظ سمعة الشخص، بيحفظ أو سمعة الشركة، ما بيأديش إلى مثلا يكون في consequences على أو يكون في تأثير على أسعار مثلا السهم في البورصة لشركة معينة لما المتعاملين في البورصة يعرفوا إن في نزاع معين ضد الشركة. فالسرية طبعا بتكون ميزة من مزايا المهمة جدا لوسائل فض النزاع البديلة. الميزة الثانية اللي ممكن نتكلم عليها هي المرونة وسيطرة الأطراف على الإجراءات، بمعنى الطرق البديلة لفض النزاع مرنة جدا، بمعنى إن هي يجوز للأطراف اختيار معاد مقابلتهم، القواعد اللي هيطبقوها على البروسيجر أو على إجراء فض النزاع، الوسيط اللي هيختاروه، بيكون على عكس مثلا المحكمة بيكون في قانون يجب التطبيق، القاضي هو القاضي المخول، مش احنا اللي بنختار القاضي. ممكن للأطراف ان هم يختاروا الخبير أو وسيط بخبرة معينة يكونوا هما شايفين إن أهمية لوجود هذه الخبرة في الشخص الذي سيساعدهم على محاولة حل نزاعهم. أوكي. من ضمن المميزات الأخرى للوساطة هي أو لوسائل فض النزاع جميعها وخصوصا الوساطة انخفاض التكاليف والاقتصاد في النفقات، ومعنى ده إنه ما بيبقاش عندنا عادة التكاليف الباهظة اللي بتكون موجودة في التحكيم وفي المحاكم من ناحية كتابة المذكرات، ولو في discovery، لو في مصاريف محاكم أو مصاريف للتحكيم، فبتكون مصاريف الوسائل البديلة لفض النزاع أقل جدا، وعادة بتكون المصاريف كمان متعلقة بالسرعة، سرعة الإجراء، لأن time is money زي ما بيقولوا. فالوساطة عملية سريعة جدا، يعني على عكس المحاكم والتحكيم مثلا إنه ممكن ياخد وقت طويل النزاع من أوله إلى آخره، الوساطة بتتسم بالسرعة، وبما إن time is money فبنربط ثالث ورابع ميزة مع بعض اللي هو السرعة وانخفاض المصاريف. الوساطة مش جديدة علينا في العالم العربي، من هل لسه سمعني؟ جيسكا، can you hear me or did I silent myself? Yes, we can still hear you. Great. وساطة مش شيء غريب عندنا في العالم العربي، لا في في عندنا الوساطة القبلية وفي عندنا الوساطة كمان في الإسلام. فقلت يمكن النهاردة أحب أدي نبذة سريعة عن ريفرنس للوساطة في القرآن الكريم وفي الشريعة. الشريعة الإسلامية لا تفرق ما بين الوساطة والتوفيق، فالريفرنسز اللي موجودة في القرآن الكريم للوساطة ما فيهوش تفريق عن الوساطة والتوفيق. فعلمنا اليوم في بعض الدول بتفرق ما بين الوساطة والتوفيق، وفي بعض الدول لا تفرق ما بين الوساطة والتوفيق، بمعنى في بعض الدول بتقول إن الوسيط من حقه إن هو يعطي recommendations للأطراف، وده بيكون ما بيدعى التوفيق، وفي دول تانية بتقول هما الاثنين
نفس الشيء ولا يجوز للوسيط أن يعطي أي recommendations للأطفال للأطراف. فبيكون أنا شايفة في سؤال هنا فمعلش أعذروني بص ثانية. حاضر أستاذة سلمى أهلا وسهلا وأهلا بأهل تونس. هرجع لحضرتك على السؤال في الآخر إن شاء الله. فمثلا في لو قرينا في سورة النساء آية 35 بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الشخصين المفاوضين بالصلح في المثل ده من عائلتي واحد من عائلة الزوج واحد من عائلة الزوجة لا يمكن لهم أن يصدروا قرار ملزم مع الزوجين، فهما الهدف من وجودهم هما الإصلاح ما بين الزوج والزوجة ومجرد الوساطة ما بين الزوج والزوجة. بتحث برضو الشريعة الإسلامية على الصلح والوساطة، ففي نفس السورة الكريمة الآية 10 بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يمكن دلوقتي السلايد دي ترد شوية على أسئلة حضرتك أستاذة سلمى، وهي كيف تختلف الوساطة عن التحكيم؟ ده أول سؤال. الوساطة بتختلف عن التحكيم بأن نتيجة الوساطة غير ملزمة للأطراف، فينبع التباين ما بين الوساطة والتحكيم عن احتفاظ الأطراف في الوساطة بمسؤولياتهم وسيطرتهم على النزاع، حيث لا يمنحون سلطة إصدار القرار إلى الوسيط على عكس التحكيم الذي يتم منح سلطة إصدار الحكم إلى المحكم أو المحكمون المعينين. وده بيعني حاجتين، إن في التحكيم يتم تحديد النتيجة طبقا لمعيار موضوعي وهو قانون واجب التطبيق على النزاع، لكن في الوساطة تكون النتيجة طبقا لرغبة الأطراف ومصالحهم التجارية والشخصية. فده فرق أولاني. الفرق التاني زي ما قلنا إن نتيجة التحكيم ملزمة للأطراف هو حكم مثل حكم القاضي، حكم واجب النفاذ. أما نتيجة الوساطة فهي غير ملزمة، فلو الأطراف في آخر عملية الوساطة قرروا إن هم لا يسجلون اتفاقهم في عقد يبقى مفيش شيء ملزم عليهم. في التحكيم تكون مهمة الطرف إقناع هيئة التحكيم بقضيته، فهو بيقدم براهين وحجج قانونية لإقناع الطرف، لكن في الوساطة العلاقة بتكون ما بين الأطراف ما بينهم وبين بعض، فهما بيقنعوا بعض بالهما بما يريدون أن يصلون إليه كنتيجة، بيشرحوا مصالحهم وبيحاولوا أن هم يتفاوضوا لكي يوصلوا مع بعض لحل مناسب ليهم هما الاثنين. أستاذة سلمى لو رجعنا لسؤال حضرتك على قد إيه التحكيم بيستخدم في العالم العربي versus أو يعني إذا قارناه بالوساطة، فطبعاً طبعاً إحنا عندنا التحكيم بنستخدمه أكتر لأن هو متعارف عليه أكتر، عندنا قوانين أكتر، عندنا اتفاقيات أكتر للتحكيم، وده هيرجعنا لاتفاقية سنغافورة اللي هنناقشها في النص التاني من اليوم النهاردة من محاضرتنا اليوم. في legal framework، في القوانين وفي القواعد اللي كل دولة وضعتها للتحكيم أكتر بكتير من الوساطة، وده طبعا شجع التحكيم أكتر. أوكي أنا برضو كنت بقرأ رأي حضرتك، وفعلا الوساطة بنستخدمها أقل لأنه
معتقدات مثلا في البيزنس ان الطرف اللي بيطلب الوساطه ممكن يكون طرف اضعف، خايف مثلا من اللجوء الى المحاكم لان يمكن لا ينصف في المحاكم، ولكن دي أجان معتقدات بتتغير مع الوقت، وده حصل في كل العالم مش بس عندنا، بس انه الناس ابتدت بالتحكيم والوساطه ابتدت تزيد استخدامها مع الوقت. وفي خلال العامين الاخرانيين الحقيقه الواحد بيشوف قضايا فيها وساطه بتستخدم اكتر من 5 اعوام ماضيه مثلا. بس انا بوافق لحضرتك قلتي ان اكيد استخدام التحكيم متعارف عليه اكتر في دولنا، وده كمان بيرجع تاني لتوافر القوانين والليجل فريم ورك اللي موضوع من الدول المختلفه، وعشان كده اتفاقية سنغافورة جت في محلها وفي وقتها علشان تساعد على نشر استخدام الوساطة، وده هنرجع له تاني. النقطة التانية عندنا في سلايد هنا، في أي مرحلة من مراحل النزاع يمكن اللجوء إلى الوساطة؟ الوساطة ممكن نلجأ إليها في أي وقت، ممكن نلجأ إليها أول ما النزاع ينشأ مثلا، من أول ما نبتدي نلاقي إن في بوادر خلاف نطلب وساطة، أو في نزاع ويمكن يكون كمان راح للمحاكم أو راح للتحكيم وممكن نطلب إن إحنا نوقف التحكيم أو الإجراءات في المحاكم عشان نرجع للوساطة، نروح للوساطة ونحاول نحل النزاع وديا ما بين الأطراف، أو يمكن حتى يحصل بعد صدور حكم تحكيم أو بعد صدور حكم من المحاكم إن الأطراف تقرر اللجوء إلى الوساطة عند تنفيذ الحكم، ويمكن يغيروا حتى في اللي الحكم بيقوله أو يغيروا في منطوق الحكم. مراحل الوساطة، الاتفاق على الوساطة طبعاً، إلا لو كانت وساطة قضائية، إلا إذا كانت وساطة كشرط إلى اللجوء إلى المحاكم، قانون معين بيقول يجب أن الأطراف تلجأ إلى الوساطة الأول، غير كده هو الاتفاق على الوساطة. وبعدين طرف بيطلب عملية الوساطة بيبعت طلب عملية الوساطة للطرف الآخر، بيتم تعيين الوسيط ويتم الاتصال المبدئي ما بين الوسيط والأطراف للاتفاق على الإجراءات وعلى المواعيد اللي هيتم المقابلة فيها، مواعيد تبادل للمستندات إذا في تبادل للمستندات، بيتم اجتماع الوسيط مع الأطراف، بيكون عادة في الأول في الاجتماع المشترك ما بين الوسيط والأطراف في جلسة واحدة، وبعدين عادة بيكون في اجتماعات منفردة، يعني الوسيط بيجتمع بطرف واحد وبعدين الطرف الآخر، وممكن يروح كذا مرة يجتمع مع كل طرف على حدة قبل أن يجتمعون مرة أخرى على نفس طاولة المفاوضات، وبعدها اختتام عملية الوساطة. واختتام عملية الوساطة بيكون عادة يا بتسوية النزاع كليا، يا بيكونوا حددوا نقاط النزاع وسووا نقاط معينة وفي نقاط أخرى لم يسووها، بتكون ساعتها بتروح بتحال إلى وسيلة فض النزاع الأخرى التالية عن الوساطة، وذر كانت أيا كانت المحاكم أو التحكيم، أو يمكن عدم الاتفاق على أي تسوية لأي نقطة من نقاط النزاع، وفي الحالة دي تاني بيروحوا للوسيلة الأخرى، أو ممكن بساعات في أحوال تانية بيتفقوا على تسوية النزاع ولكن لا يدونون هذا الاتفاق في صورة عقد، بسبب يكون في حاجات clarifications محتاجينها أو نقاط يجب توضيحها قبل التدوين في صورة عقد، فده برضو بتكون طريقة من طرق اختتام الوساطة. اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، زي ما أستاذة سلمى قالت إنه التحكيم بيستخدم أكتر، وفي طول أو وسيلة من اللي ساعدت إن التحكيم ينتشر ويكون استخدامه أكتر من الوساطة هو سهولة تنفيذ أحكام التحكيم دوليا، بمعنى إن لو تم تحكيم في دولة أنا هقدر أخذ حكم التحكيم وأنفذه في دولة أخرى، والدولة الأخرى هتعترف بهذا الحكم
وهتنفذه بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958. اتفاقية نيويورك وقع عليها تقريبا في حدود 160 دولة، وده معناه انه محاكم هذه الدول بتعترف وتنفذ أحكام التحكيم الصادرة من الدول الموقعة على الاتفاقية. فده طبعا بيسهل جدا تنفيذ أحكام التحكيم، ومما أدى إلى سهولة انتشار التحكيم وتفضيل الأطراف إلى هذه الوسيلة لعدم وجود وسيلة مماثلة بالنسبة لأحكام المحاكم مثلا. طبعا في اتفاقيات كثيرة للاعتراف وتنفيذ أحكام محاكم الدول الأجنبية، ولكن لا يوجد convention أو اتفاقية موقع عليها 160 دولة زي نيويورك convention فتكون شاملة أكبر عدد من الدول الموقعين إليها. اتفاقية سنغافورة هي نفس هدف اتفاقية نيويورك، وهو الاعتراف وتنفيذ الـ settlement agreements، الاتفاقيات التي تنتج عن عملية وساطة. تم اعتمادها في ديسمبر 2018، ووقعت السنة اللي فاتت العام الماضي في أغسطس في سنغافورة في أغسطس 2019. بتنطبق اتفاقية سنغافورة زي ما قلنا على اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، فلازم تكون الاتفاقية التسوية من الوساطة وغير ومش من وسيلة فض منازعات أخرى. توفر إطاراً قانونياً من أجل تنفيذ اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من هذه العملية الوساطة. تسهم الاتفاقية في إنشاء إطار قانوني متناسق يتيح التوصل إلى تسوية منصفة وفعالة للنزاعات الدولية وتنفيذها. تخفف الاتفاقية العبء على الدول وأجهزتها القضائية باللجوء المستثمرين إلى استخدام الوساطة، مما يؤدي إلى الحد من اللجوء إلى التقاضي. النطاق التطبيق لاتفاقية سنغافورة موضح في مادة واحد. أنا مش هستعرض الاتفاقية كلها لأن هي موجودة على الإنترنت وكلنا ممكن نقراها، بس يمكن بس هركز على مادة أو مادتين من الاتفاقية، وهو نطاق التطبيق. ونطاق تطبيقها بيكون في عندما يكون الأطراف وقت إبرامهم للاتفاق المنبثق عن الوساطة دوليا، بمعنى مكان عمل اثنين على الأقل من أطرافه يقعان في دولتين مختلفتين، أو الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق التسوية مختلفة عن الدولة التي يؤدي فيها جزء جوهري من التزامات العقد، أو الدولة الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية. اتفاقية سنغافورة لا تنطبق على التسويات المتعلقة بالمسائل الشخصية والمسائل العائلية مثل الزواج مثلا أو الطلاق، ولا تتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بقانون الأسرة، الميراث أو عقود العمل، ولا تتعلق أيضا بالاتفاقيات التسوية المتعلقة بحكم قضائي أو حكم تحكيم. أسباب رفض التماس الانتصاف بموجب اتفاقية سنغافورة موجود في المادة 5 من الاتفاقية، وهو basically بسبب متعلقة بمثلا النزاع العام، النظام العام، أو القابلية موضوع المنازعة للتسوية بالوساطة زي بالضبط نيويورك كونفنشن public policy arbitrability. هنا عندنا برضو نظام العام public policy قابلية موضوع المنازعة للتسوية بالوساطة، أي إذا كانت النزاع لا يجوز تسويته بالوساطة، في الحالة دي القاضي من تلقاء نفسه ممكن يرفض الاعتراف وتنفيذ الاتفاقية. في تحفظات في اتفاقية سنغافورة يجوز للدول لما تمضي على الاتفاقية ان هي تتحفظ،
وده مثلا من ضمنها تطبيقها على النزاعات المتعلقة بالدول، بمعنى لو كانت الدولة أو هيئة من الدولة، هيئة إدارية من الدولة طرف في النزاع، يبقى لا يجوز تطبيق اتفاقية سنغافورة. تقريبا فيجي كانت آخر دولة وقعت على الاتفاقية، دلوقتي في 53 دولة موقعة على الاتفاقية. من العالم العربي في دولتين فقط، في المملكة العربية السعودية وقطر، الاثنين وقعوا يوم 7 أغسطس. السعودية came into force يوم في مارس، وقطر يمكن في مايو السنة دي إذا ما كنتش غلطانة، بس هما إلى الآن دولتين فقط. وإلى الآن عالمياً تقريباً 53 دولة فقط، بالمقارنة إلى اتفاقية نيويورك. طبعاً الرقم مش كبير لأن مش 160 دولة زي نيويورك كونفنشن، ولكن بالنسبة إن الاتفاقية جديدة ففي رقم 53 رقم معقول، ونتمنى إن هو يزيد، لأن طبعاً زيادة الرقم ده هتدي ثقة للأطراف ولمستخدمين الوساطة إن هم هيبقوا عارفين إنه يقدروا ينفذوا اتفاقية التسوية اللي وردة عن الوساطة في دول أخرى، فهتشجعهم على استخدام الوساطة. طيب احنا كده خلصنا البرزنتيشن أو الجزء النظري اللي أنا بتكلم فيه، وأتمنى يكون في أسئلة. نفتح دلوقتي وقت الأسئلة عشان لو حد يحب يسأل. So Jessica, now we open the floor for questions. Yes, now we do. Well, whilst we're waiting for the questions to come in, I just have a couple of questions that, if it's already covered in your presentation, I'm sorry for it. But I think some of the questions that came up previously in previous sessions was sort of like, how can professionals, academics, and practitioners help to promote mediation in the Middle East? Do you want me to speak in English or in Arabic? Maybe I should answer the questions in English. You can translate it into Arabic, and then we can translate it back into English. No problem. Okay, so I'll answer in Arabic. إزاي ممكن مستخدمي الوساطة أو الـ academics. Now it's very difficult to think in both languages, so I'm trying to do that. إن هما ينشروا أو يساعدوا على نشر الوساطة في العالم العربي. أنا بتهيألي إنه بفكرة إن الواحد بيتكلم على الوساطة، بيكتب عنها، بينظم دورات تدريبية، بيتأكد من وجود كوادر مجهزة، mediators، وسطاء يمكنهم العمل كوسيط، عندهم خبرة أو training مناسب. الندوات برضو والworkshops مع العاملين في البيزنس، businessmen، لأن هم مستخدمين العمليات الوساطة أكتر من المحامين مثلا، هم اللي عندهم interest أو عندهم رغبة أو من مصلحتهم أنه يستخدموا الوساطة. فنشر الوعي والثقافة على هذه الكوادر، بحيث كمان يبقوا فاهمين أن اللي بيقترح الوساطة على الطرف الآخر ده مش معناه أنه هو طرف أضعف، بيخاف مثلا من اللجوء إلى المحاكم عشان هيخسر القضية. لا، هو طرف بيتعامل بواقعية، يمكن يكون فارق له العلاقة البيزنس ريليشنشيب ما بين الأطراف، أو فارق له السرعة السرية وكل الحاجات الأخرى اللي اتكلمنا عليها. تهيألي I think that hopefully answers your question once it's translated. Thank you, Laila.
Well, this also leads me to my next question, because, for example, in Saudi Arabia specifically, we do know that they have some mediation institute. There's actually only one mediation institute over there, if I remember correctly. And so then, how do you think mediation standards bodies such as SIMI or the IMI can actually complement the Middle Eastern's current mediation processes and help them to hop on board the mediation train, so to speak? زي ما احنا عارفين ان الوساطة زي ما جيسيكا قالت طبعا في already مركز التحكيم SCCA في السعودية based في الرياض عنده قواعد وساطة وعنده كوادر مؤهلة لعملية الوساطة لكن نحب نفرق ما بين نوعين من الوساطة في الوساطة المؤسسية التي يقوم بها الأطراف عن طريق قواعد مؤسسية زي SCCA وغيرها من مراكز الوساطة والتحكيم عالميا زي ICC, CRC, ICA في القاهرة, DIAC أو يمكن DIFC, LCIA مثلا فدي الوساطة المؤسسية وفي الوساطة غير المؤسسية اللي هي مش شرط يكون فيها تدخل من مركز وساطة أو مركز تحكيم وده يمكن يكون المتعارف عليه أكتر ويمكن يكون الناس بتلجأ له أكتر فمعنى أن في مركز واحد بيقدم خدمات وساطة ده أنا مش بشوفها كشيء سلبي وإزاي الـ IMI ممكن تلعب دور في بلاد مختلفة في الشرق الأوسط هو تاني بنشر الوعي بال مثلا إقامة ندوات زي النهاردة بإقامة workshops أو تدريب عن الوساطة تدريب للوسطاء تدريب للأطراف يمكن تدريب للمحامين كمان على كيفية الـ advocacy في عملية الوساطة دي كلها حاجات ممكن جهة زي الـ IMI تقوم بها. Thank you, Laila. It must not have been easy for you to answer the questions in Arabic while I post them to you in English. It's actually quite difficult. So I do have another question, which is what sort of changes in domestic legislation do you think needs to take place in order for the Singapore Convention on Mediation to effectively function within the Middle East or even within the UAE, that sort of thing? Yeah. Mm-hmm. القوانين اللي ممكن تتغير علشان اتفاقية سنغافورة to effectively be applicable in the Middle East إذا ده كان السؤال اللي تم طرحه زي ما قلنا عملية الوساطة مرنة لدرجة إنه إحنا مش محتاجين وجود قوانين معينة لكي نقوم بعملية الوساطة فممكن للأطراف إن هم يتفقوا على الوساطة حتى بدون وجود قانون وساطة في الدولة ولكن قانون الوساطة يعني وجود قانون وساطة في دولة بيحفز الأطراف أكتر إن هم يختاروا الوساطة بيشجعهم بيساعد على نشر الوعي أكتر فيمكن ده شيء بينقص العالم العربي فيه طبعا دول عندها قانون وساطة زي المغرب إذا كنت فاكرة صح الأردن لبنان مصر عندها مشروع قانون وساطة الإمارات ما عندهاش قانون وساطة مصر كمان ما عندهاش قانون وساطة مجرد مشروع فيمكن وجود قوانين للوساطة ده شيء يساعد الأطراف أكتر في اختيار الوساطة ويساعد الدول أكتر حتى أن هي تهتم بالدخول في اتفاقية سنغافورة مفروض ان الانسيترال بتعدل قانونها النموذجي للتوفيق والان بقى قانون وساطة ده شيء ممكن يشجع الدول ان هي تصدر قانون وساطة
مأخوذ من قانون الأنسترال زي ما حدث بالفعل في التحكيم الأنسترال Model Arbitration Law. البلاد المختلفة أخذت بالقانون النموذجي للتحكيم في دولها زي الإمارات، زي جمهورية مصر العربية وغيرهم من الدول. فيمكن ده يكون خطوة تحصل في المستقبل القريب وتشجع الوساطة أكتر. Thank you. It doesn't seem like I think there's a Selma has actually left a comment for us. So Selma says, I would like to add that in some countries there is no problem to promote mediation because already it is a part of academic program of lawyers. The problem is the lack of financial interest, and many are blocking any bill about making mediation accepted as a regular alternative dispute resolution. So, Laila, what are your thoughts on that? I do agree that it's very important to have mediation as part of the syllabus in the law school. So, as Salma said, it's part of the academic program for lawyers. Not in every country, though. I think Tunisia is where Salma is from is quite advanced in that. I remember when I was in law school and I studied arbitration, everyone was saying, "Oh, wow, we study arbitration in undergrad in law school. That's strange. We don't." So, let alone with mediation. So it's good that this is the case in Tunisia. It's not the case everywhere. It definitely does promote the process. I agree with her about the lack of financial interest maybe for lawyers, because it's more profitable to plead a case in arbitration or to take a case, handle a case in litigation than mediation. But that's if you were thinking short term with a client relationship, and not if you're thinking long-term with a client relationship. With regards to blocking the bill for making mediation accepted, it's always tricky with issuing a new law, right? And all the lobbying that happens behind it, I don't think I'm in a position to comment on that. But but yeah, I agree with you, Salma. You know, when it comes to the lack of financial interest, I would say it's across the board for every industry, actually, because, to be really frank, money speaks, you know. Without money, we won't be able to feed ourselves. So, but do you think that the lack of a promotion of mediation is because lawyers actually see mediation as competing rather than complementary to their set of skills? Well, my answer a few years ago would have been a straight yes. Yes, they do, and I agree. But we've been all reading about the end of lawyers, right? And with technology, and now with COVID-19, and how everything is changing, and everything is changing for the law profession in general. People are finding new solutions. We have apps that create contracts, and the field of law and practicing law is changing so much that I think it is important for the lawyers to catch up with that and to start introducing new skills and introducing new methods in order to find business, because the ordinary business that used to be 20 years ago is not going to be there 20 years from now. So my answer to your question, Jessica, 5 years ago would have been a straight yes, of course, but now I think everyone is trying to be open-minded and mm-hmm. keep the future in their vision, right? Yeah. That's right. So as we look forward to the future, how do you think the mediation landscape in Middle East will look like 10 years from now? I believe, and I want to believe, but I believe that mediation is going to be used much more than now, which is normal, because it is
in the countries that mediation is quite advanced in today, maybe 10 years ago, it wasn't as advanced. So it just needs time for people to get to know the alternative dispute mechanism and to trust it, to try it and start repeating this trial, right? And using it repeatedly. So I would say it would work more. Again, I've already seen in the business with the effects of COVID-19 that people are considering mediations much more than the beginning of 2020. So within this year, we already see that mediation is increasing in the region compared to last year, compared to the beginning of this year, in fact. So 10 years from now, I would say that it would be definitely used much more than today. Definitely. And that's the hope for all of us as well. I mean, even with the new framework set forth by the SEM, and as more countries sign on and rectify the framework as well. Yeah. So it doesn't seem like we have any new questions. I guess this is it. So thank you, Laila. Thank you to participants for joining us live. This session will be translated into English and uploaded onto YouTube for those who are joining us post-event. And the bits in English will also be translated into Arabic as well for the Arabic speakers. Yeah. All right. Thank you, Laila. Thank you very much. And thank you for the IMI for having me today. Thank you for all the participants. Thank you. It's our pleasure. Thank you.